السلام عليكم، مرحبا بكم من في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. أتشرف بمعرفتكم ووجودكم، تابعوني فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير كتير كتير. بشكركم جدا يا جماعة اللي بيدعموني من داخل مصر ومن خارج مصر. شكرا يا جماعة على التعليقات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي، بشكركم بجد، والبصمة الحلوة انتوا بتحطوها لي. النهارده بقى يا جماعه جبت لكم فيديو جديد خالص. الفيديو بتاعنا عباره عن وصفه جديده ومختلفه. انا جبت يا جماعه بطاطا، دي بطاطا اهي. البطاطا دي يا جماعه انا قشرتها وغسلتها كويس اهي. هعمل معاكم صينيه بطاطا باللبن في الفرن بس بدون سل، يعني انا مش هسلقها، هعملها شرايح. وهنشوف الوصفه الجديده اللي انا عاملاها. ودي يا جماعه وصفتي اللي هي بدون سل. في ناس بتجيب البطاطا بتسلقها في الحله، وانا بقى لا، انا هقطعها شرايح احطها في الصينيه قدامكم، واحط فيها اللبن بتاعنا، ماشي؟ وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى يلا عشان نعمل الوصفه بتاعتنا. اول حاجه يا جماعه البطاطا بتاعتي هي انا هقطعها شرايح. يا جماعه البطاطا هي اهي، هقطعها معاكم شرايح. بعد ما اقطعها معاكم شرايح هوريكم طبعا الوصفه بتاعت اللي انا هعملها. اللبن بتاعي واقول لكم احطه فيه ايه اهي. دلوقتي بقى يا جماعه انا قطعتها قدامكم اهي، تخنتها شويه اهي. ايه رايكم؟ قطعتها شرايح اهي، دي البطاطا بتاعتي. ودلوقتي بقى يا جماعه جبت الطبقه اهو، دي كوبايه اللبن بتاعتي اهي اللي انا هحطها في الصينيه بتاعتي اللي اتحط فيها البطاطا دي. يا جماعه معلقتين سكر كبار، هزود شويه عشان الايه اللي عندي بيحبها مسكره. هقلبها شويه عشان السكر بتاعي يدوب في اللبن. هو اللبن يا جماعه ما يكونش ولا هو ساقع ولا هو سخن جامد، يكون دافي. انا مدفيه اللبن اهو، ودي الفانيليا بتاعتي، الفانيليا العاديه اهي. انا جبت كيسين بصراحه، بتبقى حلوه والطعم بيبقى حلو. انا بحب الفانيليا اصلا اهي، فانيليا بالسكر اهي. واقلبها هي، واحط كمان شويه بشر. تعرفين طبعا البشر بيخلي البطاطا حلوه قوي اهي. احط البشر عندي اهو، هقلبه برضو. ماشي، واحط كمان معلقتين سمنه، دي سمنه بلدي اهي، تبقى حلوه. وخلي في علمكم يا جماعه الاكله دي بجد صينيه البطاطا اللي انا هعملها دي حلوه قوي وسهله جدا ومبتاخدش اي وقت وبسيطه وبتبقى جميله جدا اهو. طبعا كلنا بقى واولادنا بيحبوا الحاجه الحلوه اهي يا جماعه. ده الخليط بتاعنا اهو اللي احنا حضرناه دلوقتي، احطه اهو. وهجيب دلوقتي معانا ايه الصينيه بتاعتنا، دي الصينيه بتاعتنا يا جماعه هي اللي انا هرص عليها البطاطا. الاول هجيب حته بس سمنه اهي، تدي بس وش من تحت حلو الايه للبطاطا بتاعتنا اهي يا جماعه. طب الفرشة اهي، وهرص دلوقتي البطاطا معاكم اهي في الصينية. عارفة طبعا في ناس بتحب تسلقها، وبعد ما بيسلقوها بيحب يهرسوها بطريقة تانية يعني، وبعد كده ما بتتهرس بيحط فيها الخليط ده
وبيضربوها مع بعض، وبعد كده بيعملوها في الصينية نظام اللي هي عاملة زي الهريسة كده. بس انا بقى اللي عندي بيحبوها كده، بيحبوها كده ايه، واحدة بوحدتها بتبقى طعمها حلو اهو، وفكرة كمان جديدة مفيهاش شغل كتير. هي يا جماعة وسهلة، في أي وقت تحب ايه تعملوها وما بتاخدش وقت. هي بحاول احطها هي، وقولولي برضو في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة دي، واذا كنتوا برضو بتحبوها كده هي عرفوني بقى يا جماعة ايه رأيكم ايه الوصفة الجديدة بتاعتي دي. اهي يا جماعة زي ما بعد المرشطة اهو قدامكم، دي البطاطا بتاعتنا، وده اللبن اللي انا حطيت فيه البشر، وحطيت فيه معلقتين السمنة ماشي، وحطيت فيه كمان اللي هو الفانيليا هو. هي يا جماعة بحاول احطها هو، انا بحاول اسقي اللبن، الوصفة بتاعتي اهي اللبن اهو، دي البطاطا باللبن اهي في الصينية على البطاطا. شايفين بقى يا جماعة البشر اهو اهي، شايفينها دلوقتي بقى يا جماعة. هفتح النار احاول ايه ونحطها جوه الفرن. دلوقتي بقى يا جماعة الصينية بتاعتنا اهي البطاطا باللبن، حطها في الفرن جوه اهو هي، وهطفي عليها واسيبوها ايه لغايه ما تستوي. الاخير لصينيه البطاطا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن اهي، واللي بقى في التعليقات ايه رايكم. دي بقى يا جماعه وصفه جديده خالص البطاطا بدون سلق، بدون مكونات كتير، بدون متاعب. ايه رايكم بقى يا جماعه في الشكل الجميل ده؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ بصوا يا جماعه بدون ما نسلقها ولا اي حاجه، شايفين طريه ازاي؟ انا بطلعها معاكم اهي، شايفين يا جماعة شكلها هي. حطها في الطبق بتاعنا، شوفوا بقى يا جماعة الشكل الجميل بتاعها، وقولوا بقى في التعليقات ايه رأيكم. شايفين يا جماعة شوفوا المنظر، بحاول اوضحها لكم اهي، هي طرية خالص وجميلة اهي، وطعمها حلو قوي. لا بجد يا جماعه طعمها جميل ورهيب، ومش مكلفه اي حاجه خالص بدون اي تكلف. البطاطا طبعا انتوا عارفين ان هي رخيصه، بس وانا ما سلقتهاش ولا تعبت فيها، هي شويه اللبن انا حطيته، معلقتين السمنه ومعلقتين السكر والفانيليا اللي بتخلي طعمها حلو، والبشر. شايفين بقى يا جماعه انا ما سلقتهاش ولا عملتها، دي وصفه جديده خالص تعملوها وبسهوله قوي، تطلع حلوه قوي بجد. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو بجد وريحتها جميله. وقولوا بقى يا جماعه في التعليقات ايه رايكم بقى، ايه رايكم بقى يا جماعه في صينيه البطاطا الجميله دي والشكل الحلو ده. يا رب يا جماعه تكون تعجبكم، وتعرفوني برده انتوا بتعملوا برده في الوصفه دي ولا لا. ودي وصفه جديده يا جماعه انا عملتها، وجربوها صدقوني مش هتندموا، وسهله جدا وما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود ولا بتاخد اي مكونات، وكمان يا جماعه مش مكلفه خالص وبتبقى حلوه قوي. ودي يا جماعه صينيه البطاطا بتاعتنا الحلوه لاطفالنا ولينا، وان شاء الله تعجبكم. ويا رب يا جماعه الفيديوهات اللي انا بقدمها ليكم تعجبكم وتستفادوا منها، ودعمونا بتنسوش يا جماعه اللايك، وتحطوا لنا البصمه الجميله بتاعتكم، وتكتبوا لنا التعليق الجميل، وتسمعوا لنا يا جماعه الاعلانات. ومع السلامه.